طقس غير مستقر وأمطار على الرياض بمشيئة الله، وانخفاض على درجات الحرارة، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يستمر تأثر المملكة بهذه الحالة الماطرة، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، من المتوقع أن يستمر تأثر المنطقة الشمالية من الرياض وأيضا المنطقة الشمالية من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية بهذه الحالة الماطرة. هذه الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة الغزارة، قد تكون مصحوبة بالرعد وزخات من البرد أحيانا، وفي ساعات النهار والصباح الباكر تحديدا متوقع أن تمتد بعض من هذه الأمطار والزخات على مدينة الرياض والعاصمة الرياض، لتكون الأجواء أيضا باردة بشكل ملحوظ. أما فيما يخص الأجواء، فمن المتوقع بمشيئة الله أن تندفع كتلة هوائية باردة تدريجيا إلى المملكة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المناطق ومناطق الحدود الشمالية وأيضا في شمال المنطقة الشرقية ومدينة الرياض في ساعات الليل. أما في ساعات الليل في العاصمة الرياض، فمن المتوقع أن هنالك احتمال زخات من الأمطار، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. وفي الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء احتمال زخات من الأمطار 20 درجة مئوية نهارا و9 درجات ليلا، أما يوم الأربعاء والخميس درجة الحرارة نهارا 17 مع وجود غيوم متفرقة، وليلا من 8 إلى 9 درجات مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 14 إلى 6 درجات، في عرعر من 13 إلى 6 درجات، وفي تبوك من 17 إلى 6 درجات مئوية في ساعات المساء. مكة المكرمة من 28 إلى 20 احتمال زخات أمطار رعدية، في الطائف من 21 إلى 12، في المدينة المنورة من 23 إلى 13، وفي جدة من 27 إلى 22 درجة مئوية. في أبها من 19 إلى 11 درجة، في الباحة احتمال أمطار رعدية أيضا من 15 إلى 11 درجة، واحتمال أمطار في جازان من 30 إلى 24 درجة مئوية. في الدمام احتمال للأمطار أيضا من 22 إلى 13 درجة، في الإحساء 23 إلى 11، وفي الباطن من 14 إلى 7 درجات مئوية. في الرياض من 20 إلى 9 درجات، في بريدة من 18 إلى 7 درجات، وفي حائل من 13 إلى 4 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.